مازر في الأول شخص معه صحيحا. دكتور يوسف مازر زميل عمر الشريف في خطة المدرسة بطلة تقريب فيكتوريا. عدد يوسف مازر عدد مجلس المصري الخارجية وصديق خاص بعمر الشريف. هو الحقيقة التكريم هنا بيجمع حاجات كثيرة. ثانيا بيجمع انه احس انه مكان مصر وليس حكومي ولكن خاص بيكرم عمر الشريف وليس فقط في التكريم يعني هياش او سمة او جوائز لا هو هيبقى ده عبارة عن مكان يجمع فيه كل ما هو خاص بعمر الشريف كما تم في حالات اخرى اللي هو بعض رؤساء مصر